السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده جزء خاص بالتسليم بتاعت الإنشائي الاستراكشر السيفل والاستراكشر. ده جزء خاص من الكود السنغافوري. هو عامل وثيقة كده بحيث يقول لك ايه الحاجات اللي لازم تسلمها مع المشروع. طبعا لو انت في سنغافورة فده اجباري مفيش كلام، يعني تشك كده يقول لك دي مش معمولة مش هيسلم لك شغل. لو في اي دولة تانية بتبقى ممكن تخليها حاجة زي ليك كده تشيك ليست، هل الحاجات دي موجودة ولا لا قبل ما تبعتها. طيب هنا بيقول لك مثلا ان انا عندي ريكويرمنت للبيلدنج اند كونستراكشن اوثوريتي، الهيئة اللي هناك اللي هي مسؤولة عن التسليمات بتاعة المباني. بيقول لك لازم يكون سلم لي اللوحة يكون فيها طبعا انت بتدير شغل البيم، لازم يكون فيها كل الفيوهات ال 3 دي وال 2 دي، ويكون فيها شيتات، والشيتات لازم يكون مكتوب هنا معلومات عن التسليمه واسم المشروع واسم الناس اللي شغال في المشروع بالشكل ده. ايه الحاجات اللي هتسلم؟ لازم 3 دي الموديل، 2 دي سكادول، شيت فور ابروفال. يعني لو تعمل 3 دي وال 2 دي بس مش حاطط الشيتات مش هيستلمها منك. الديليفرابل حتى لو انت مديها له كاد، لا لازم يكون الشيتات موجوده في قلب الموديل بيم بحيث تتاكد ان ده الشغل ده طالع من هنا. طيب دي الهيئات اللي المفروض هتستلم منك الشغل. هنا استراكشر فيزيكال موديل بيبدا بقى يتكلم على العناصر اللي لازم تكون موجوده، لازم تسلم الفاونديشن اليمنت، لازم تسلم استراكشر اليمنت، كل البلان فيو سيكشن سكادولات، كل العناصر تكون موجوده في قلب الموديل 3 دي و 2 دي. الفلور بلان لازم يكون في الجريد، يكون في الاستراكشر اليمنت، يكون في اللوكيشن، يكون في البروفايل دايمنشن سلابس سلاب ديتيل، والاوبننج تكون كلها موجوده في الاستراكشر اوبننج. كل عناصر السكاشن برضه تكون فيها العناصر ديت. الجنرال نوتس حاجات خاصه بالماتيريال سبيسيفيكيشن الديزاين بارامتر وهكذا. السايت ايه الحاجات اللي لازم تكون تظهر معايا في السايت. هنا الموديل بروجرس بيبقى انا عندي مثلا حاجات فور ابروفال لسه ما خدتش ابروفال، وفي اي بي اللي ابروفد، وفي ورك ان بروجرس حاجه احنا شغالين فيها. وهنا بيبقى ممكن يكون عندي المشروع كبير فانا ببدا اقسمه لكذا موديل، وبعد كده في موديل مجمع في الشغل كله. لو حاجه ابروفال تبقى سوليد اوبجكت، لو حاجه فور ريفرنس تبقى نديها هافتون شويه. الحاجات اللي هي مهمه في 2 دي والحاجات المهمه في 3 دي والحاجات المهمه في السكادول، يعني في جداول لازم تكون موجوده. 2 دي لازم يكون في الجنرال نوتس والجريد، هنا 3 دي مش لازم يكون في جريد. العناصر اهيت السكادولات بالشكل دوت، تقدر تزود عليها بس حاجه اساسيه لازم تكون موجوده. طبعا في كل تسليمه بيبقى حاجه خاصه، يعني الديبارتمنت بيركز على حاجه، البلديه بتركز على حاجه وهكذا. الجنريتد فلور بلان العناصر اللي لازم تكون موجوده اهيت ويكون موجوده في الجدول. التفاصيل بتاعه الجوين لازم تكون موجوده، وتبقى اول ما تعمل سيرت عليها تجيب لك المعلومات بتاعتها كامله. 3 دي كونكشن طبعا ده بيدي وضوح للشغل. عندنا هنا الشاتر وستوري شيلتر والستيركيس ستوري شيلتر اس اس اس. هنا يقول لك بقى ايه الحاجات الاساسيه لازم تكون موجوده في كل واحده فيهم. كان هو كل دي زي تشيك ليست، بحيث التشيك ليست بحيث تتاكد هل انت العناصر بتاعتك موجوده في الموديل ولا هيقول لك لا في حاجه ناقصه. الفول موديل لازم ايه الحاجات اللي تكون موجوده فيه، يعني مثلا التوب اند بوتوم مينتنس بيتس، الفلور ليفلز تكون موجوده، الاستراكشر ريكويرمنت فور بابليك. الاستراكشر ايمن فاهم شايف دي الريكويرمنت، في حاجات بتبقى كولر تديها الوان تقدر تميز بينها بسهوله. في بعض المصطلحات بيبدا يعرفها اهوت. دي الحاجات الخاصه بالسيفل ديفنس بتاع المدني، في بعض التفاصيل بيطلبها فانت لازم تكون مكاسب.
فهو الكود ممتاز، وهتلاقي الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله.